ما هو الفطار ده مش هيسد معايا ساعتين يا عم درويش. درويش يلا يخرب بيتك. اه صحيح. معلش ما تاخذنيش يا انكل طاهر. مش هيسد يا انكل طاهر. اه يا انكل بقول لك ايه، طب ما تاخذنيش اصلا الساعه الصبح وما جمعتش. انكل يا حبيبي. لا يا ولد. يا فندم. معلش سالته المستشار يعني لماذا لفيته على شويه فول. فول بس. ما تاخدش في بالك، هات لنا كوبايتين شاي. بالظبط ثواني يا فندم. طب ما تفيش شاي علامة بدون ما يبدو. ولا انا بدأت احس ان انا غلطان، انا جبتك معايا تقعد معايا هنا غلطان. كل ده عشان طلبت شوية فول؟ طب ما انا بطني بالزاز زي الخشب المسوس من كتر الجوع يا عم درويش. دماغك هي اللي مسوسة. كل وطفة اللي بتحطه قدامك فاهم؟ بلاش كل شوية ساعتين مستشار وساعتين مستشار. حد يخبط فيا هتشانير. أنا هتشانير. عارف يعني ايه هتشانير؟ صدق صح؟ اهدى اهدى. قول لي عملت ايه في التدوير على أمجد الديب؟ لقيت 460 ألف أمجد الديب في نتيجة البحث. حلو أوي. دورت في 24 بس. انت اللي قلت لي على كل كلمه. لقيت ايه؟ لقيت ايه؟ لقيت كل خير. ده طلع راجل عظيم. لا مرحومك. اه والله عظيم. كل اللي لقيته لحد دلوقتي انه قصه كفاح. بيقولوا بنى نفسه من تحت الماينس لحد ما ربنا كرمه بقى عنده مصانع وشركات واستثمارات، انما ايه؟ قدوه يعني. مين دول اللي بيقولوا؟ بتوع الانترنت. هم اللي كاتبين على المواضيع دي. ولا انا روحي خلاص بقت في مناخيري. بقت فين؟ في مناخيري. وانت بتدور فين؟ ما لقيتهوش ملطوط في اي حاجه، في اي قضيه، في اي مصيبه. يا عم انا بقول لك ده راجل عصامي مش صفوه المجتمع. ده بيدي تبرعات، بيدي تبرعات مستشفيات ودار الايتام. انا كنت هعيط وانا بقرا الكلام ده. هتعيط وانت بتقرا الكلام ده؟ ماشي يا شباب. طيب كمل انت تدوير كويس، اكيد هتلاقيه ملطوط في حاجه، اكيد هيبقى ملطوط في حاجه يا شهاب. طب انا جعان دلوقتي. ها؟ جعان. بقول لك دوت ليه ملطوط؟ تقول لي جعان؟ تقول لي جعان؟ قوي. كل. وين اللي قدام؟ ايه؟ حلو. حلو قوي. حاجة تانية عايزة تختم؟ لا تمام كده سعد. لا اسأل مدام كوثر ومدام نادية لو في حاجة عايزة تختم. لا تمام كده سعد. اتفضل. ده يا ابني، ده يا ابني الإماعة دي. ده يا الشوارع ضيقة. أنا مش في كاليفورنيا هنا. خليهم يتعودوا على الشوارع بس خلاص. خليه بقى يرجع بداره زي ما طلع كده. حك القمع صح؟ حك. هات يا ابني. قعدت الاختبار بعد 3 شهور. اللي بعده. يا ده عادي. لا لا والله صاد. نسوان ملهاش في السواقه، مش ناقصين قرف. خلي جوزها بقى ولا اخوها اللي يجي يطلع لها الرخص. مش ناقصين وجع قلب. انا هشتكيك في الوزاره على فكره، مش ساكته. نعم يا اختي. اشتكي يا اختي. اشتكي هيعملوا فيه ايه يعني؟ ها؟ هينقلوا لي موسيقى الشرطه؟ اشتكي يا اختي. والهم اللي بعده يا ابني. يا شهاب. نعم يا درويش. عاوزك تركز يا شهاب. اوعى دماغك تروح كده ولا كده. تنزل داونلود كده ولا كده. يا يعني معروف عاوزين ربنا سبحانه وتعالى يسترها معانا. والفلاشه مش مستحمله. ها؟ يلا حبيبي ركز. يعني لو فيلم 5 دقايق كده.
ركز يا شهاب. حاضر. ركز. الو. ايوه يا استاذه. اي درويش. ها طمني، وصلت الحاجه؟ وصلت الحاجات. واضح ان في واحد اسمه زين كان عامل بحث مهم جدا، والست معالي الوزيره والدتك حاولت تساعده، فبعتوه لواحد اسمه الدكتور بكر الدهان. مين بكر الدهان ده؟ ده بقى اللي احنا عاوزين نعرفه. بس في رسالة بعتها زين لوالدتك من شهر، يقول فيها إن أنا رحت قابلت الدكتور بكر الدهان، بس كلامه غير مريح، إنه طلب مني إني أسيب البحث وهو هيبعته لشركة بره من غير ما أكمل شغل عليه. والدتك قالت له طيب هبقى أكلمك. واضح ان بكر الدهان ده ملطوط. ايه؟ ملطوط ازاي؟ يعني ماما اللي قالت ان هو ملطوط؟ لا، الواد ده ما قالتش ملطوط، انا اللي بقول لك ملطوط. طيب قولي، هو ما فيش معلومات عن زين السعدي موجود فين دلوقتي؟ والله هو كل الحاجات اللي بعتها من شهر واضح انها من بره، بس منين من بره؟ محدش عارف. واضح يا عيني ان زين ده خايف ومتردد الان. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ واضح بقى ان احنا لازم نجري ورا الاسم ده وتعسلنا عليه. اعسلك؟ تتقصي يعني. ندور على بكر الدهان ده. ايه؟ هيئته؟ صفته؟ بكر الدهان، بكر الدهان. طبعا اعرفه. تسالي عنه ليه؟ لا اصلي كنت عايزه. لا لا يا بنتي. اسمعي الكلمتين دول مني، مش عايزك تحس ان انا واصي عليكي او واخد بالي منك اكتر من اللازم. في حقيقه لازم تعرفيها انك انت لازم تبقي واثقه فيا، فعشان كده يا بنتي صالحيني قولي لي كل حاجه، قولي لي ايه اللي حصل بالظبط، يمكن اقدر اساعدك. غروب. خلاص يا ابني، الكوبايه فضيت. فاكر نفسك بتشد في حجر؟ خساره، اللحظات الحلوه ما بتدومش. يا ريتني كنت طلبت اتنين. ايه يا تاني؟ هي ايه؟ واحده صحفيه متدبقه امجد الديب، كل ما الاقي عنوان بخبط فيه الاقيها اللي كاتباه. الله، متدبقه ازاي يعني؟ استلماه في جورنال اسمه صوت الشعب. كل فترة تظرفه مقالة. تظرفه مرة انه بيتهرب من الضرايب، ومرة انه بيتهرب من الجمارك، ومرة بيوالس مع وزير عشان حتة أرض. ساكت ليه؟ ساكت ليه؟ ساكت ليه؟ أنا مش قايل لك لما تلاقي حاجة زي كده تقول لي؟ برأي سيادة المستشار، ما ينفعش تعامل السكرتير بتاعك بالمنظر ده، وبعدين يعني أنا قلت أصبر لحد ما أشوف حد تاني كاتب نفس الكلام بتاع الصحفية ده. عشان نستوثق من صحتي قبل ان ننطق بالحكم العشوائي. تستوثق وسع انت.